قص قص. رجعنا لكم من جديد في تايم اوت في حصه لانفيتي. هذه حصتنا ميسج يلتحق ميسج خليه يلتحق بينا محمد الدريدي. ما نقولوا له سلام محمد ولد الاذاعه ولد استاد الكاب الاخير. بعدك تنعملوا لك دخله باستاد الكاب محمد الدريدي، تنعملوا لك الجو الرياضي نتاعك الكل، ولكن تو باش نمشيو للانفيتي. لانفيتي لانفيتي اليوم كما سبق وقدمته من بكري الحقيقة وحرقت خلينا نقوله حلقة لانفيتي متاعنا اليوم صديقي وخويا وجمعنا ببعضنا أعمال مش عمل، ولكن أول مرة كانت له استضافة معايا في الإذاعة وأنا فرحان وفرحان برشا، اللي هو بحذي اليوم أيمن عقبي. مرحبا بيك. عسلمة، مرحبا بيك ومرحبا بكيف مستمعيك كابا فيم، وأنا فرحان زاد اللي أنا موجود بحذيك وبحذا سي علي والكل معنا ليكيب الكل وحدامي ورئيس التحرير الدريدي قسم الرياضة. أخويا نورتنا شرفتنا أيمن عقبي. أيمن عقبي للناس اللي ما تعرفش أيمن عقبي وتعرف الاسم خلينا نقوله، خاطر جنود الخفاء معروف عنكم أنه ديما الاسم موجود ولكن ما يعرفوش الصورة ما يعرفوش الشخص. أنت تعتبر يعني من جنود الخفاء أيمن عقبي، من المصور الفوتوغرافي إلى المصور الصحفي إلى المخرج إلى 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 إلى, إلى أول مصور نعتبره أنا وبشهد الجميع وبشهد الناس كل أول مصور فوتوغرافي وصحفي في تونس. كي نشوفه اليوم أيمن عقبي معناتها خلينا نقوله الستار الكل، الوجوه الفنية الكل، الفنانين الممثلين الكل ديما يميلوا لأيمن عقبي في يعني في اللي شوتينج متاعهم في تصورهم ولا في حفلاتهم ولا في على غرار معناها تنجيهم بعد للمهرجانات وللحفلات الرسمية والحفلات يعني الخاصة ديما أيمن عقبي. وشفنا زادة فما حاجات كي تهبط كنقولوا احنا تراند على الفيسبوك وعلى المواقع التواصل الاجتماعي يعني بصفه يعني بصفه عامه، راهو ديما افضل صوره مثلا 2023 افضل صوره كذا، ديما نلقاو الصور نتاعك من ضمن اللي فوتوغراف الاخرين ديما هي الاولى. شنو السر؟ السر هو انه على خاطر كي ناخذ الصوره ناخذها بمحبه، ناخذها بثقة، ناخذها بكل حب، معنا من حتى التصويرة نحكي أنا وياه قبل ما ناخذ التصويرة نندمج معاها وننسى يما أنا وياه. دونك التصويرة بالنسبة لي أنا ماهيش تصويرة، هذيك الروح متاعي أنا والعين متاعي والحاجة اللي أنا نحبها. دونك وماذا بي أنا كل ما خرج تصويرة نكون دارسها بالقدي قبل ما نصورها. قبل لا تصورها أكيد به شنية مش نحكيه على الكاميرا وعلى مش ندخلوش فيك الحملات التسويقية وانا والانواع اكسيترا اكسيترا. أيمن عقبي البدايات متاعك كيفاش كانت وين كانت؟ هي البدايات متاعي من الاول كانت صعبة شوية، خاطر الناس الكل من الاول كيف نقولوا عملت لي عراقيل، عرفت انه صغير في الدومين وكيفاش داخل في الدومين هذايا. وانا كلمة حق معناها نقولها تحية لطيفة لانور وقتها حيث. اول صحفيه زميلتنا، دونك وقت اللي انا صغير في العمر نرقاها هي قالت لهم عليه يا اخي صغير في العمر كمان معناها ما يرقاش حظه وما يرقاش الفرصه، وكنت اصغر راهنت عليك صحيتها. دونك اصغر واحد وقتها دخلت القصر كارتاج صورت فيه، ووقتها نخدم مع جريده اخبار الجمهوريه. زاد وقتها دخلت وقتها نصور غاديكا، والحمد لله يا ربي معناها بشوي بشوي بديت نخدم وبديت نقدم في الحياه. رقيت برشا عراقيل، شكون وذاش مدخلو علاش يحب. دونك بشوي بشوي جايبوا للدومين صحيح الكلمه المالوفه دي اكيد دي. كملت وقتها انا قريت في الدراسه نتاعي، كنت نقرا ومام طو نهرب من القرايه معناها في البوست ساعه كريز وكل العباد الكل يبداو شادين تحت اليسار ركشين الكل، انا لا نمشي هذيك نهز كاميرا وقتها نصور ونعاود نرجع نقرا. ومره وقتها اسمي خرج في جريده اخبار الجمهوريه ايمن العقبي، نرقى في الليسيك البروفيت الكل ملمومين بروفيت تلامذه ايمن عقبي واسمك يا اخي انت تصور وقتها ما يعرفوكش كان صحيح. وقتها انا ليه وقتها نقرا مازلت نقرا هم ما يعرفوش ولد كلاسي ما في بالهمش اللي انا نصور. دونك وقت اللي خرج اسمي في تصوير ايمن العقبي قلت لهم ليه مش ني انا، عرفت قلت شنيا هذا الناس كل جاوا لي بروفي مش ني انا، قلت لهم في باليش. من بعد بشوي بشوي حاسين
مشيت وقت على اساس اني باش نكمل الدراسه، ومن بعديك اخترت اني باش نكمل نعمل دي فورماسيون لبرا في المغرب في مصر. حبيت نطور من روحي. فهم برشا عباد قالوا لي يا اخي شنو التصوير، حكايه فارغة التصوير يا اخي. ايوا انتر بارونتيز سامحني، في يقول لك جرد مصور معناه حكايه فارغة. دونك انا قلت لا، التصوير معناه حاجه باهيه، حاجه فنيه. عصر الصوره توا معناه موجود. نحب نترحم على نجيب عياد ونشكر المخرج الكبير مديح بالعيد. اكيد وكيف كيف زاد مديح بالعيد اللي عطاو فيا الثقه، وريم الرياحي اختي الغاليه زاد كيف كيف وقتها اللي انا كنت من ضمن فريق اللي موجود. وفاء سلطان كيف كيف هي المنجة فريق نورت الهواء تاع نورت الهواء. نورت الهواء كنت لي مشاركه فيه. دونك بديت وقتها نخدم وبديت نسعى. وقتها تفهمت انا ونجيب عياد الله يرحمه، قلت له انا ماذا بيا، خاطر قبل معناه ما فماش برشا تصاور نتاع كواليس نتاع المسلسلات تهبط والكل. وقتها قعد انا وياه ومديح بالعيد كيف كيف يذكروا بالخير، قعدنا نحكي وقلت له علاش ما نعملوش حاجه انه نوليو نهبطوا التصاور نتاع الكواليس، خلي المشاهد يعني صحيح. يستمتع ويعرف خلي المشاهد اي وقتها ما فماش فما معناه فماش كواليس يعني. اي ما فماش كواليس قاعده تهبط وكل واحد يقول لك لا تحرق لي الفيلم والمسلسل والحاجات هذيك. دونك اقترحت عليه، قال لي اسمعني كيف نحكي ونتذكرها، قال لي راهو انا، قال لي انت عجبني في تفكيرك وانت انسان رزين في الخدمه نتاعك، الله ان شاء الله ربي يرحمه. دونك قال لي انت انسان رزين في الخدمه نتاعك، وانت كشخص خويا اي حاجه تستحقها انا بحذك. دونك راك انت ولدي، واي حاجه معناها بالحق كان يقف برشا مع الشباب والعباد اللي عندهم افكار واللي يحبوا يقدموا. يعني تنجم تعتبر روحك ولا تنجم تقول انت اليوم ايمن غيرت يعني منظومه كامله، وجهه كامله دراميه غيرتها، بما انه ما كانش فما قبل كواليس عفوا تصوير، ما كناش نشوفوهم احنا كمشاهدين، كنا خاطر خلطنا على الجيل اللي قبل محمد المسلسلات يعني القديمه والزمنيه كيما مسلسل نعرفه احنا انتاجات نجيب عياد الله يرحمه، كانت يعني كبيره برشا. فهمتني كيما كي نجيو احنا نحكيو ونقولوا مسلسل منام تاع روسيه مثلا، منام تاع روسيه اعطيت اكزامبل، مش معناتها باش نهضم حق المسلسلات التوانسه الاخرين. انا واحد من الناس كمشاهد امنيتي نشوف ظروف التصوير كيفاش صارت، معناها كنا قبل ما كانوش يخرجوا كما يعطيك الصحه، كنا قبل نتمنوا نشوفوا لي كوليس، خاطر كان يوصل لنا برودوي حاضر وجاهز ما كناش نعرفوا لي كوليس. كنت نتمنى قبل كشوف لي حل مثلا نشوف ظروف التصوير، ابار كيلكو فوتو قاعدين يهبطوا كل مره هكا على مواقع التواصل الاجتماعي يعني اللي هو بلاتو اللي هو بلاتو معناها هذاك في الشرقيه معمل قديم ماهوش معناها بلاص حقيقي، عرفناه هنا المعلومه في 2017 2018 انت شوف لي حل بالك يعني شوف يعني. شوف لي حل يعني من قبل الثوره، شوف وقتاش يعني الظروف يعني ظروف الكواليس، عرفت العباد وعرف المشاهدين اللي هذيك مع العصر قاعد يتغير. شوف لي حل ممكن لكوليس ما خرجوش، خاصة فما أجزاء متالية اللي شوف لي حل هكا عارفين اللي فما أجزاء متالية كما خرجوش ولكن الكوليس. شوف هذا ما يمنعش اللي ما كانش فما تصوير نتاع الكوليس نتاع المسلسل. يعطيك الصحة فما تصوير ولكن ما فماش يعني ما فماش مشاركة للرأي العام وللمشاهد. ما هبطوش على الفيسبوك. للكواليس هذه فوالا. دونك أنت خلينا نقولوا غيرت وجهه كامله، وليت معناتها لي بلاتو ولاو يهبطوا في لي كوليس، المسلسلات والتورناجات واللي سيت كوم والكليبات الكل ولاو يهبطوا في لي كوليس. هذايا بدايه من 2014 2013 2015 الانطلاقه كانت من غادي معناها. اكيد الحقيقه معناها ما حكيتش عليها الحاجه ذي يعني اول مره حكيت عليها معك انت على خاطر جبدتي بالحديث خرجتي صحيح. فما برشا حاجات عرفت ما نحكيهمش باش ما يقولوش يحكي فهمت. دونك ديما نتحفظ على برشا حاجات الحمد لله، معناها انه وليت فما برشا. بالعكس انا نفرح وهذا الناس نفرح كي نرقى حتى غيري قاعد يخدم وقاعدين يقدموا، وكيف نقولوا حتى ساهمت في حاجه صغيره حتى بالكلمه والا ساهمت بحاجه، بالعكس نفرح على الاخر. وماذا بيا اصدقائي الكل يكونوا ناجحين وفما برشا زاد الميدان واسع وشاسع خلينا صحيح.
وما نمشيش بها. ما قلت صاحب صنعتك، بالعكس صاحب صنعتك هو رفيقك وهو سندك وهو يكون داعمك وهو اللي باش يقف معاك معناه وقت اللي تستحق له، هو اللي باش يكون ويصير تبادل العمل بينك. صحيح لازم تكون عمل زاد ما عندكش انت ليه القدره ولا ما عندكش ليه الوقت تنجم تكلف به، تنجموا حاجه اخرى انكم تتعلم منه تتعاونوا مع بعضكم. عرفت انا ما نعرفش الحاجه هذيك هو يعلمها لك، انا ما نعرفش من عنده، دونك لازم فما بناء ثقه بين ليكيب الكل. صحيح صحيح، ان شاء الله ينسجوا على منوالك يعني جميع المصورين الفوتوغرافيين باين نقدموا شويه. ايمن عقبي بعد المصور الفوتوغرافي وبعد الاعمال هذه لقيناك في لي بلاتو نتاع تلفز، وليت تصور في البلاتون تاع تلفز، من ثم جاوبني عليهم بالحاجة بالحاجة. من ثم أيمن عقبي في الآونة الأخيرة بخلاف المهرجانات اللي هي معتاد بها وتعودنا نشوفوك ديما في المهرجانات الصيفية والمهرجانات الدولية عفوا، يعني أيمن عقبي للبريود الأخيرة فما برشا يقولوا ما عادش يحب يصور في تونس. علاش ما عادش يحب يصور في تونس؟ خاطر مغلب ولا أغلب أعمالك ولات البرا، كيما نشوفوك تصور في فرنسا، نشوفوك تصور في مصر، نشوفوك تتنقل بالذمه الفنانين ومعروفين جدا في الساحه الفنيه ومن كبار الفنانين ومن كبار الوجوه تتنقل لهم بالذمه وتصورهم. اكيد على خاطر الانسان عمره ما يربط روحه ويقعد في زون كونفور نتاعو ويقول لك انا ما نقدم السي انا وصلت وراني ما عادش باش نقدم وما عادش باش نوصل السي انا قعدت لهنا انا انسان ناجح. ما فماش انسان ناجح، فما كيفاش يحافظ على النجاح نتاعو. دونك فما المحبه والرغبه كيفاش يزيد يقدم بروحه، كيفاش ينجم يزيد معناه يطور من روحه. خاطر مثلا من مصور بعد التصوير شديت الفيديو، من الفيديو عملت الاخراج، من اخراج عملت طورت روحك شيئا فشيئا. اكيد وليت معناه تو نعمل صنع محتوى نعرف بالحاجات اللي ما يعرفوهمش العباد كيف كيف. نقدم تحية النرجس رحماني اللي كانت معايا معنا اللي أنا وياه مع بعضنا جاتنا الفكرة مع بعضنا في ألمانيا إنه باش يمشيو نصوروا ألمانيا نكتشفوا الحضارات نتاع ألمانيا كيفاش شنية عليه، على خاطر فما برشا عباد ما تعرفش الحضارة الألمانية كيفاه. دونك قاعدين نعرفوا بالتونسية الفرنسية المصرية، فهمتني معناه قاعدين نخدموا على الحاجات هذه اللي العباد ما يعني انت قاعد تطور من روحك شيئا فشيئا في ظل هذا الكل. أيمن لقيت الدعم المادي والمعنوي انا سؤال لأيمن العقبي المصور فوتوغرافي، لان هذه حاجه قناعه مقتنع بها وراسخه في ذهني ومتاكد منها، المصور فوتوغرافي في تونس اليوم واخذ حقه كما يلزم والا لا؟ لا لانه بالحق رجل الكواليس اللي يصور في جنود الخفاء، ولا جنود الخفاء من اكثر العباد المظلومه في تونس وممكن معناتها حتى تصريحات قديمه نشوف فيها المرحومه حبيبه هميمه ديما يحكي على الجنود الخفاء هذوما المصورين الفوتوغرافيين كيفاش في تونس عكس البلدان الغربيه. صحيح. في البلدان الغربيه الناس واخذ حقها. صحيح. عكس في تونس المصور الفوتوغرافي تقريب ماهوش واخذ حقه كما يلزم. اكيد مش ماخذ حقه، وانا نتمنى بالحق حتى من المنبر هذايا انا محمد كان يوافقني الراي وانت مذبية بالحق انه تتكون لجنه كامله للمصورين والليكيب تكنيك الكل اللي تخدم، على خاطر فما برشا عباد تخدم فريلانس معناها بعد ايامات يخدم 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 وبعدك ما يرقاش مدخول اخر لا قدر الله ما يلقاش دعم صحيح ما يرقاش معناها اي حاجه باش يمشي للطبيب باش يعالج باش معناها يخدم فريلانس. تغطي هذيك التغطيه الاجتماعيه والدعم الاجتماعي. صحيح. والدعم المادي من وزاره الثقافه اللي هي يعني انا نتعجب كما هكا محمد كي نشوف معناها تعترف به مصور وتعطيه الكارت برو ولكن لا تعترف به على الورق وما تعملوش يعني حيطه اجتماعيه وما تعملوش يعني سالير رمزي يعني وواحد سي ان اس اس بتاعه. لا محمد ما نحكيوش حتى على وزاره الثقافه، نحكيو حتى في الخواص، نحكيو اذاعات خاصه
خاصه او تلفازات خاصه راو صحفي او مقدم البرنامج مش ياخذ في حق كما ياخذ في المصور الفوتوغرافي اللي هو من جنود الخفاء في الاذاعات والا تلف وهو الاول واحد معني باش يعني يوصل الصوره للمستمعين وللمشاهدين في تونس كلمه صورني سهله لكن كلمه هيك حقك ما نسمعوهاش نشوفوا لابروف اللي برشا مصورين تسمع كان وينهم متصورين ولا وينهم متصورين بعث لي صوري واتساب وغش عليك بعث لك تصاور وكان تقول له مثلا ما نبعث لك تصاورك يا اخي اعطيني جهد اعطيني تعاب اعطيني حتى 20 يغش خشمه ويستغلها في وقت اللي هو اذا كان يمشي يعمل تصوير عند مصور معناتها 8 تصاور قداش يخرجهم علاش اي فما نقابه خاصه نتاع المصورين الفوتوغرافيين والا لا جات وقتها نقابه الصحفيين عملت اي تندرذ من تحت صحيت نقابه الصحفيين مع ياسين قايدي على اساس عملوا لجنه ومن بعد ما عرفش بالضبط وين وصلت هو موضوع ومشروع كبير وكبير برشا مش احنا باش نحلوه الحقيقه ما نتفقش صحيح احنا جست نعطيو راينا نعطيو في راينا وان شاء الله احنا نقولوا ان شاء الله الصوت يوصل ان شاء الله هذا الكل معناها ياخذوه بعين الاعتبار مازلنا مواصلين معاك ايمن راقبي ولكن بعد الفاصل كابتن موجه على